التخفيض إذا كان غادي يكون معاه سكون ابل حنا الفرنسيه لي ميزور داكومبانيمون اللي هو عندي هو ماشي غير التخفيض فيه حتى رفع العدد ديال الطلبه اللي غادي تكونوا للخريجي خريجي كليه الطب يعني من ديال الكليات غادي تولي تتقبل عدد كثير من الطلبه يعني خاص توجد لهم المرافق هذا يعني المدرجات اللي غتسعي عليهم اولا ثانيا توجد لهم اساتذه التاطير وثالثا توجد لهم مكان التدريب يعني مستشفيات جامعيه لتتسع لهذا الكم الهائل اللي غيكون ديال الطلبه اللي كنقولوا بريفيزيبل بالفرنسيه زعما اللي غننتظروهم غادي يكونوا هذه اول من الامور اذا كان غيكون اشراك الاساتذه اللي هما اللي مسؤولين على هذا الامر ديال التكوين ديال هاد الطلبه اللي باش يكون عندنا عدد كافي ديال الاطباء مرحبا به تنقول انايا رابعا هو انه هذا البلاغ ديال السيد الوزير اللي كيمثل الحكومه هو كان حنا كنا عارفينه كنقابيين لانه اصلا في البلاغ المشترك ما بين النقابه الوطنيه للتعليم العالي والوزاره ديال 8 فبراير شرع عليه السيد الوزير بانه اللي كوم ميزور داكومبانيمون اسمح لي كنت نتكلم الفرنسيه في التغطيه الصحيه ما بين الامور اللي خاص تكون هي انه رفع عدد خريجي كليه الطب يعني هو شرع لي ديجا في هذاك البلاغ هذا غير تكميله ديال الامر ديال اللي شرع لي في هذاك البلاغ المشترك هذا مادام بلاغ مشترك راه النقابه الوطنيه التعليميه راه غتسير هذه المساله هذه ديال رفع العدد بتقليص مده التكوين وهذا ماشي معناته غادي تكون الجوده ديال التكوين غادي تنقص خاصنا نعرفوا بانه هذا الاصلاح ديال تدريس الطب بدا من 2015 تقريبا تنظن السيكل الاول السيكل الثاني يمكن هذا هو الباب باش يبدا الاصلاح ديال السيكل الثالث السيكل الثالث اللي هو كنقصدوا به التخصص والطب العام اللي غيولي هو الطب الاسره حتى هو غيعتبر بحال الشكل ديال شي تخصص كان هاد المشاريع اللي كانوا كانت كتشار لها في الوقيته باش كنا بدينا الاصلاح ديال السيكل الاول والسيكل الثاني المعنيين بالامر شكون هما الاساتذه الباحثين في كليه الطب غادي يسهروا على هذه المساله هذه سواء 6 سنين او 7 سنين غادي يتدبر هذا الامر تدريس ما هو نظري راه غادي يكون ديما هو هذاك لانه ما غنبدلوش ليه تيكون في الخمس سنوات الاولى تدريب غادي يكون سميتو غيكون دي ميزور داكومبان دو تيل مانيير باش بور ايكيليبري هذاك العام اللي غادي يكون ناقص اللي غيتكون فيه ديك اكثر الوقت كيوجد فيه الطالب الاطروحه ديالو وكيدير واحد التدريب خارج المستشفى الجامعي هذيك هي ديك السنه اللي خارج هي اللي غادي يكون فيها تنظن شي تغيير تنظن هذا غير راي شخصي ديالي مثلا انا ما عرفتش واش غيكون في هذا المشروع كيفاش غيكون كيفاش غيتبلور كيفاش غدار هاد السنه السابعه اللي غتحذف شنو باش غادي تعوض باش غادي دار مادام البلاغ خارج وطني ما بين السيد الوزير والنقابه الوطنيه الممثله في الكاتب العام ما نظنش غادي يكون شي تاثير سلبي لا بالنسبه للاساتذه كشخص او لك كنقابه كيف جا الاصلاح في الاول واكبناه حتى هذا غادي نواكبوه الحاجه الوحيده هو اللي غادي نطلبوا حنا كفاعلين في هذه المساله هي سميتو الرفع من عدد المناصب الماليه باش الكليات تنظم مباراة لتوظيف اساتذه مساعدين جداد باش بوغ هذاك الكم الهائل اللي غيكون ديال الطلبه لانه من غير تقليص المده راه الوزير كيشير بانه رفع من العدد ديال الاطباء الخريجين اللي كيخص هذا الشيء بيان سور كيخص الكليات العامه راه هو في البلاغ راه واضح في هذه المساله
بالنسبة لنا احنا كأطباء 7 سنوات هي أصلا في التكوين الطبي، يلا كتخلي الطبيب أنه يقدر يمارس المهنة ديالو. وحنا كنعرفوا بأنه الحمد لله الأطباء المغاربة الكفاءة ديالهم في غالب الأحيان لا تناقش، وهذا ما كنهضرش عليه المستوى الوطني داخل المغرب، خارج المغرب الأطباء فاش يكملوا التكوين ديالهم فاش يمشيو للبلدان الأوروبية باغ إكزومبل فرنسا ألمانيا أمريكان، فكيستحقوا بجدارة المناصب اللي كيتولوها في المستشفيات في هذه البلدان. إذا حنايا الهدف ديالنا هو نحافظوا على هذا التكوين على الجودة ديالو. أما بالنسبة للسنوات هنايا تيخص بالنسبة لي أنايا تيخص واحد الورش يتفتح ديال النقاش اللي فيه أساتذة كلية الطب، فيه عمداء كلية الطب، فيه مدراء المستشفيات الجامعية، وكذلك أطباء نقابة الأطباء اللي هي أساتذة نقابة الأطباء في القطاع العام القطاع الخاص، باش نشوفوا أشنو هي الصيغة لإنجاح الورش الملكي، لأنه الهدف هذا الشيء كله منه هو واحد الورش اللي بدا صاحب الجلالة اللي هو التغطية الصحية للجميع، وهذا الحمد لله مكسب كبير تيخصنا نكونوا من الأوائل اللي غادي ينجحوا، لأنه عماد العدالة الاجتماعية، عماد التوازن الاجتماعي. إذا بالنسبة لي أنا قرار إذا كان خرج على واحد الورش فهو قرار مزيان، ولكن لأنه 6 سنوات أشنو هما الحوايج اللي ممكن نصغروا الوقت، ولكن الطبيب خصو يزيد مجموعة ديال لي ستاج لأنه يدخل المستشفيات باش يستفد أحسن في 6 سنوات. ولكن إذا كان خارج هاد القرار من وزارة التعليم العالي بوحدها، لأن حنا كنعرفوا الأطباء التكوين ديالهم اللي كيكون حافظوا بزاف هو وزارة الصحة شئنا أم أبينا. إذا تيخص وزارة الصحة تكون حتى هي شريك في هاد الورش، وديك الساعة إذا كانوا ناس اللي هما عارفين بالمجال وعطوا هذا القرار فلما لا. أما إذا كان قرار بهذه الطريقة متسرعة أو قرار سياسي فهو خطير على التكوين، خطير على الجودة، لأن لا يهم ما تهمناش العدد أكثر ما تهمنا الجودة هي الأولى. إذا كانت هذا القرار كما قلت لك قرار سياسي أو قرار متسرع فهنايا شيء خطير. هنايا خصنا نشوفوا اشنو هو القرار ديال الاساتذه، واش كانوا ان وزاره التعليم العالي استشرتهم، واش استشرت عماده كليه الطب، واش استشرت مدراء المستشفيات الجامعيه، واش كانت عندها استشاره من وزاره الصحه. فهنايا نقدروا نقولوا بانه قرار خرج من واحد الورش، خرج من واحد الناس اللي هما عارفين بالميدان. اما الا كان كما قلت بانه خرج من وزاره التعليم العالي بوحدها فهذا قرار متسرع وخطير. الخطوره هو انه بينا نبداو تنقدو اطباء كوكوت مينوت، لانه الطبيب فالمسؤوليه ديالو مسؤوليه ديال الصحه ديال الانسان، وما يمكنش اننا نحطو الصحه ديال الانسان الطبيب اللي التكوين ديالو غير مكتمل. احنا كنعرفوا بانه الطبيب القطاع الطبيب العام فراه عنده واحد المسؤوليه كبيره، لانه كيخصو يكون عارف بجميع الاعضاء كيفاش العمل ديالهم، الامراض اللي عندهم، تيخصو يجي المريض يدير ليه ليكوغرافي او التلفازه بالصيغه اللي كنقولوا حنايا في المجتمع ديالنا. اذا هذا الشيء انا كيبان ليا ماشي سهل وماشي في 6 سنوات ممكن نحصلوا عليه بسرعه، ما عدا الا كانت شي طريقه لانهم يديروا لي ستاج في العشيه في اوقات اخرى اللي ممكن يستافدوا اكثر.